مصطفى قباء، عضو مسير في دار الأم للتربية والتكوين بالناظور. هذه الدار هذه تأسست في سنة 2011 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والهدف ديالها هو النهوض بالمرأة بالمنطقة ديال الريف عموما، وكذلك من أجل إشراك المرأة في التنمية البشرية. هاد الدار كانت عبارة عن مخطط من المخططات اللي كتسهر عليهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكتضم واحد المجموعة ديال المحارف، منها محارف ديال الطبخ وديال الحلويات وديال الخياطة بنوعيها، وكذلك الإعلاميات والروض بالمستويات ديالو الثلاثة، واللغات العربية والفرنسية والإسبانية، والسيراميك والرسم على الزجاج. الدار كتضم ما يزيد على 700 امراه، زائد 500 ديال محو الاميه، زائد 200 ما بعد محو الاميه. والهدف ديالها كما قلت لكم هو اننا نجعلوا المراه تساهم معنا في التنميه، ونخرجوها من المنزل ديالها باش تبدر وتبدع حتى هي. وهاد الدار لحد الان من 2011 لهذه السنه راه خرجت واحد المجموعه ديال الافواج اللي فيهم مجموعه من الفتيات اللي فتحوا واحد المجموعة من المحلات سواء داخل الوطن أو لا خارج الوطن، وعطات نتيجة جد مبهرة. وحتى الآن عندنا الطاقة الاستيعابية ديالها محدودة، كاين إقبال كثير ولكن ما نقدوش نلبيو الطلبات ديالنا كثيرة. وعندنا كذلك مشاريع ديال فتح النموذج ديال الدار في جميع أنحاء المغرب، وعندنا فروع اللي تفتحت حتى في الدول الأوروبية، اللي يلاه بدينا من ألمانيا وإن شاء الله مستقبلا في فرنسا. وشكرا. شكرا.